جواب سيدة الوزيرة. الفارق المحترم على سؤالكم الهام، طبعا لا يخفى عليكم الحالة الاستثنائية التي أصبحت للأسف تعيشها الجامعة المغربية في العديد من المواقع. الجامعة المغربية اللي من المفروض أنها طبعا بالأساس تربي على السلوك المدني، تربي على تحصيل على مجموعة من الكفايات والمهارات، تربي على الحوار، على إدارة الاختلاف بأشكال راقية ومتحضرة. للأسف الشديد هذه المسألة هذه أصبحت الآن نلاحظ أنه استعمال العنف والإرهاب أمام العديد من يعني في العديد من المواقف. عندي تقرير اللي فيه العديد من الخروقات اللي عرفتها الجامعة في هذا الإطار، تهديد بالعنف وبالسلاح تجاه المسؤولين والإداريين والأساتذة، نفس الشيء العنف ضد الطلبة، ثم منع الأنشطة العلمية والثقافية بمؤسسات الجامعة. طبعا هادو إجراءات استثنائية، هادو يعني حالة استثنائية كتعيشها الجامعة اللي كتطلب منا كاملين كمسؤولين، سواء كنا مسؤولين في القطاعات الحكومية أو أنتم أعتقد كذلك لا شك أنكم كتشعروا بهذه المسؤولية كنواب على الأمة، تنوبون عن الأمة ولا مختلف الفاعلين. هذه مسؤولية جماعية، وهادو حنا كنعيشوا حالة استثنائية كتطلب إجراءات استثنائية. فكان أول إجراء هو على الأقل هذه المذكرة المشتركة بين كل من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة الداخلية، من أجل أنه فعلا يتدخل الأمن بتشاور طبعا، وفي بعض الحالات لأن شنو كان دابا لحد الآن شنو كاين سابقا قبل من هذه المذكرة، كان الأمن ما تيمكنلاش يتدخل، واخا كيشوف كيعرف بأن كاين الخطر وكيشوفه بحال الحادثة اللي وقعت مؤخرا، راه الأمن كان موجود في باب الجامعة لكنه لم يتدخل لأنه ما جاش واحد الإذن بالتدخل. رئيس الجامعة أو العميد هادو أساتذة من المفروض عندهم أدوار متعددة كأساتذة جامعيين، كيصعب عليهم يقدروا من الناحية الأمنية ويوليو مسؤولين أمنيين، علاش عيطتوا علاش ما عيطتوش، فوقاش قدرتوا الخطورة فوقاش ما قدرتوش، هذا كيصعب، ولا سيما حنا أمام إجراءات أمام واحد الواقع استثنائي. يمكن لي نعطيكم بعض الحالات. شكرا السيدة الوزيرة. نعم شكرا. عفوا.